بعت لك انا جواب يا احمد اللي هو جاني دلوقتي، العرض بتاع اتحاد بتاع اهلي جده للزمالك بشان محمود حمدي الونش، لو سمحت بس اقراهولنا علشان او ملخصه يعني، لو سمحت بعته لك على الواتساب. الاهلي جده رسميا بعت الجواب، حصلنا على نسخه منه نقلا عن موقع في الجون اللي نشر الجواب، والمرشحين هم 3 زي ما جالنا: الجزائري جمال بالعمري، العراقي سعد ناطق، والونش، والغاني طلع بره الصورة. دول الثلاثة المرشحين حتى الآن، وإن كان المتحدث الرسمي لأهلي جدة قال إن في لاعب غاني طويل متوافقة عليه المواصفات اللي عايزينها، ولكن الجواب اللي وصل الزمالك ينتهي النهاردة، ينتهي خلاص النهاردة الأربع، يعني مشروط بالرد 30/12. اقرأ لنا يا أحمد الجواب. طيب خلينا نقرا الخطاب المبارك يوم 27/12/2020، طبعا مكتوب تو بريزيدنت اوف زمالك اس سي، السبجكت العنوان، طبعا الخطاب موجه لنادي الزمالك المصري، السبجكت اوفر فروم يور بروفيشنال فوتبول بلاير محمود حمدي عطيه، هو العنوان الخاص بهذا الخطاب، هو عرض مقدم للاعب في زمالك محمود حمدي عطيه. مكتوب طبعا في هذا الخطاب: وي الاهلي السعودي فوتبول كلاب، الاهلي سعود اف سي افيليت تو ذا سعودي اريبيان فوتبول فيدريشن اس دي اف اف ار ديليجيتد تو اكسبريس اور انترست تو نيغوشيت وذ زمالك اس سي اوف اكوايرينج ذا سيتيز اوف ذا بروفيشنال بلاير محمود حمدي عطيه ذا بلاير بورن اون اول 1 جون 1995 رقم الباسبور اون ذا بيزيس اوف لون ستارت 14 يناير 2021 لحد 30 جون 2021 with an option for acquiring of 100% of the player economic rights. يبقى النادي الاهلي السعودي بيقدم عرض لنادي الزمالك لضم اللاعب محمود حمدي عطيه على سبيل الاعاره من 14 يناير 2021 لحد 30 جون او 30 يعني يونيو 2021 مع الحق في يعني 100% من الحقوق الكاملة الاقتصادية، حقوق اللاعب الاقتصادية بشكل كامل. In case the club agree on the offer, we will ask your authorization to negotiate with the player. يعني لو انتوا وافقتوا على هذا الاوفر نتحدث مع النادي يعني علشان يتم التفاوض، ومكتوب زي ما حضرتك بتقول ان this offer shall be expired 30 الساعة 12 بتوقيت جرينتش يوم 30/12/2020. يعني طبعا موقع من الاستاذ وليد سلطان السي او المشرف التنفيذي على فريق الاهلي السعودي فوتبول كلاب الاهلي السعودي لكره القدم. يعني هذا الاوفر او هذا الخطاب او هذا العرض بينتهي في 30/12/2020. تمام، بس كده بس عشان ما يبقاش فاتتنا اي حاجه ممكن نكون اتكلمنا فيها في هذا الحصاد. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. نبارك للنادي الاهلي طبعا فريق كره السله فوزه بدوري المرتبط للسله طبعا حاجه محترمه جدا، فازوا على الاتحاد 68 66 بالامس، فكل التحيه للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. الفوز بدوري كره السله رجال دوري المرتبط كانت بطوله صعبه جدا، كان في اصابات كتيره لدى لاعبي النادي الاهلي بسبب كورونا، ففوز مهم جدا لكره السله في النادي الاهلي، نقول لهم الف مليون مبروك. كمان عايزين نبارك للكابتن عصام الحضري خطوبة بنته شدى، شدوى، عايز اقول للكابتن عصام مليون مبروك شدوى، يعني عصام الحضري ومليون مبروك اهو، يمكن الصور قدامنا اهي، كابتن عصام الحضري في حفل يعني عائلي، شدوى عصام الحضري خطوبتها، مليون مبروك لشدوى اهو، حاجة عائلية كده في إطار ضيق. فمليون مبروك للكابتن عصام الحضري.